الطبيعة الخضراء على كل شبر من أرض مصر، ده طبعا خلينا كلنا نبحث دائما عن اللون الأخضر، عن الزرع اللي بيعتبر من الحاجات المهمة جدا في حياتنا. عشان كده بنلاقي عدد من المبادرات الطموحة وأعمال التشجير اللي امتدت لتشمل المشاركات الفردية والمجتمعية. تابعنا حملة وطنية لزراعة 100 مليون شجرة بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. لم تقتصر جهود التشجير على المبادرات الوطنية فقط الحقيقة، لكن كمان هي امتدت عشان تشمل مشروعات قومية ضخمة زي مشروع التنمية الحضرية ومشروع تشجير الطرق السريعة، واللي بيهدف لتزيين المدن والطرق المصرية بالمساحات الخضراء. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. لغة الطبيعة الخضراء تلامس كل شبر من أرض مصر عبر مبادرات وأعمال تشجير. الرحلة بدأت بمبادرة وطنية طموحة وامتدت لتشمل مشاركات فردية ومجتمعية، وتوجت بمشروعات قومية خضراء لخدمة المستقبل. بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت حملة وطنية واسعة النطاق لزراعة 100 مليون شجرة. هذه المبادرة لم تكن مجرد شعار، بل تحولت إلى واقع ملموس على الأرض، فقد شارك المصريون من كافة شرائح المجتمع في غرس الأشجار، مما ساهم في زيادة المساحات الخضراء بشكل ملحوظ وتحسين جودة الهواء وتعزيز التنوع البيولوجي. لم تقتصر جهود التشجير على المبادرة الوطنية، بل امتدت لتشمل مشروعات قومية ضخمة مثل مشروع التنمية الحضرية الذي يهدف إلى تزيين المدن المصرية بالمساحات الخضراء، ومشروع تشجير الطرق السريعة الذي يحول الطرق إلى شرايين حياة خضراء تساهم في تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. هذا التوجه الحكومي برز في طريقة تدشين المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية التي تشهد تحولاً أخضر ملحوظ من خلال إنشاء أنهار خضراء وحدائق واسعة. المجتمع المدني أيضاً لعب دوراً محورياً في دعم جهود الدولة للتشجير، فقد نظمت العديد من الجمعيات الأهلية حملات واسعة النطاق لغرس الأشجار وساهمت في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة. كما قدمت بعض الشركات الدعم المادي والفني لهذه المبادرات، مما ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولم تقتصر فوائد التشجير على البيئة فقط، بل امتدت لتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية، فقد وفرت مشروعات التشجير فرص عمل جديدة وساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين وتعزيز السياحة البيئية، كما ساهمت في خلق رئة جديدة تتنفس بها مصر، مما يحسن من جودة الحياة للمواطنين. وتعتبر مبادرات التشجير في مصر قصة نجاح تستحق الإشادة، فهي تعكس إرادة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. أكتر حاجة عجباني في الموضوع ده أنه تخطى فكرة المبادرات الرسمية اللي بتقوم بيها المؤسسات بشكل منظم وبيتكتف فيها الجميع، لا بقى في وعي كمان من الناس بحاجة زي دي، وبدأت الناس كمان تحافظ على الحاجات وتحافظ على الأشجار اللي بيتم زرعها، بل كمان وتشارك يا جمانة في البيت كمان حتى صحيح. لو بحاجة بسيطة جدا. لا بقينا بنشوف على فكرة أسر بتاخد أولادها بتنزل تشارك في عملية التشجير، وبقى في كمان اسر تانية لا حريصه ان اولادها يبقى عندهم زرع في البيت وعارفين يعني ايه اهميه الزرع وازاي يتعاملوا معاه وامتى يسقوه. فدي ثقافه بالفعل مهمه جدا ان هي تبقى موجوده عند اولادنا. كمان الفكره المهمه قوي والحقيقه اللي لفتت نظري يا شاذلي فكره الاشجار المثمره اللي موجوده في طبعا. الشارع دي كمان حلوه قوي، لانه حتى المواطنين يقدروا يستفيدوا كمان من الثمر ده. على اي حال يعني مهم ان احنا يكون لينا دور على قد ما نقدر نحاول نساعد في هذا الملف تحديداً.